تم تشييع جثمان الشهيد الكاتب والمفكر ناهض حتر في مسقط رأسه في الفحيص وسط حضور كثيف من أبناء مدينته وأبناء وطنه الأردن من مفكرين ومثقفين وشخصيات رسمية خاصة وعامة من الأردن وخارج الأردن. فرغم الألم الذي ألم بالشارع الأردني نتيجة اغتياله، إلا أن الشعب الأردني أثبت بجدارة ترسيخه لأواصر المواطنة الكريمة وتجسيدا للقيم الروحية والإنسانية، ورافضا رفضا قاطعا ربط قضية اغتيال الصحفي حتر بالتعرض للمكون المسيحي في الصف الأردني. وصنف الشارع الأردني قضية اغتيال حتر تحت بند اقتصاص الخوارج عن الدين الإسلامي ممن سموهم التكفيريين. هذا وقد استنكرت الحكومة الأردنية ومجلس الأعيان حادثة الاغتيال البشعة، وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني إن اليد التي امتدت إلى الكاتب الشهيد ستلقى القصاص العادلة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب فعل هذه الجريمة الغادرة. كما واستنكر أيضا الإسلاميون المعتدلون في الأردن استخدام القتل كذريعة لانتصار الحق. وتجسيدا لأواصر اللحمة الوطنية والشعب الواحد، عبرت جموع كبيرة من الفعاليات الشعبية والوطنية من خلال مسيرة الشموع التي انطلقت من أمام قصر العدل، المكان الذي نالت منه يد الغدر، معبرة عن استيائها وسخطها لما حدث، مؤكدة بنفس الوقت على أن العدالة سوف تأخذ مجراها في بلد تحكمه الأنظمة والقوانين التي تحفظ حق الإنسان وكرامته والعيش بأمن وسلام. وسيبقى صوت ناهض حتر يدوي في سماء هذه الصحراء صوتا صارخا للعدالة والمساواة والفكر المنفتح.